لكن مشتركتنا الأولى مش حاسة بأي خوف وباين إنه ثقتها بنفسها كبيرة جداً. عشان يبقى شكلي لائق يعني ممكن في أي لحظة فجأة يبقى في تصوير، يبقى في لقاء، يبقى في مقابلة، لازم يبقى شكلي ومظهري يبقى يعني حلو، يعني في إضاءة. وبحاول دلوقتي أخلي الرجوجو بسيط. أنا اسمي سحر عبد الله محمد محمود، عمري 38 سنة، من محافظة الإسكندرية. درست ديكور وعمارة، خط العمل السياسي في مصر. أحب جدا جدا طرب القديم، مجال التجميل جدا، الميك اب، الأزياء والموضة. أنا نسيت الأغاني. بتقولي إيه؟ نسيت الأغاني. نسيتي الأغاني؟ ليه؟ معرفش. هتغني إيه؟ والله ما أعرف، أنا حاسة إن أنا هخليهم اللي يغني. أنا حلوة وعارفة حالي، أنا أقوى من أهلا وسهلا. إزيك؟ سعيدة. أهلا وسهلا. اسمك ايه؟ سحر عبد الله محمد محمود. اهلا يا سحر. اهلا بيك يا استاذ هاني، وانا سعيده جدا ان انا شفتك حقيقي. شفت مدام سميره والاستاذ حلمي طبعا. حابه تغني لنا ايه؟ والله انا دلوقتي حاسه ان جسمي كله صراحه مش قادره. لا بس انت لازم عشان تغني. مش عارفه. يما القمر على الباب نور انا اديله، يما القمر على الباب نور انا اديله، يما ارد الباب ولا اناديله اناديله، يما امه يما القمر عطشان ماسك يا ودي يا تقيل يا 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 مش هيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مش هيبني لا مش قادر يا حبيبتي. اسفه جدا. معلش. مين اللي اسف؟ اللي غنى ولا اللي اتفرج؟ لا عشان بنضحك. لا ما ي... مبسوط كده؟ خلاص تعالي اتكلمي معايا. طيب انا نزلت مت لا بس يعني غنيت كام اغنيه؟ ما لحقتش اغني حاجه. ما لحقتش اقول حاجه. حسيت ان انا في عالم تاني.